هلا نحن بمجموعة ويكيتيكي بشكل أساسي مهتمين بتقنيات الويب 2 وتقنيات التعاون خلال الإنترنت. اليوم بشكل أساسي حاولنا نشتغل على أساسيات الـ HTML جافا سكريبت. بدينا تطبيق جافا سكريبت بسيط، هو يعني جافا سكريبت شات أب. طبعا هو صح بسيط، لكن هو يعني من خلاله حاولنا نتناول التقنيات الأساسية والمبادئ الأساسية اللي بتقوم عليها فكرة الجافا سكريبت وتطبيقها بشكل بسيط. هلا كمجموعة ويكيتيكي نحن عنا بشكل أساسي هدفين. أول هدف إنه نحاول نوعي الناس بطريقة التفكير الجديدة اللي ممكن من خلالها فلسفة الويب 2، فلسفة التعاون والتشارك تفيد الناس. فنحن هدفنا نطور أبليكيشنز ومشاريع بناء عليها. الشيء الثاني إنه نحن أيضا نعرف الناس على مجتمع الأوبن سورس والهندسة البرمجيات الحديثة اللي قائمة على تقنيات الويب، لأنه بنعتقد إنه كثير من الناس لحد الآن بيضلوا يستاتوا عم يفكروا بنموذج التطوير التقليدي ونموذج التطوير الذاتي. فهدول هدفين أساسيين هن قائمة عليهم مجموعة ويكيتيكي. أول شيء إنه نحن نطور مشاريع على فلسفة التعاون ونخلي المبرمجين يشتغلوا بفلسفة التعاون والانفتاح بالأوبن سورس الجديد. شكرا.